واكو كلمه والله للامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول وظلم الضعيف افحش الظلم. شنو معنى هذا؟ يعني يقول ان واحد اذا عنده كرامه وشجاع ما يظلم الضعيف، هذا جبان، اللي يعتدي على الضعيف جبان، هذا لو مو جبان يقابل اللي مثله اللي بقوته. ها يعني انت تجي الى هذا المسكين الذي لا حول له ولا طول وتصول عليه وتجول وبوسعك انت ان تحسن الى وبوسعك ان تسيء الى ضعيف، هذا مسكين لا يملك من الامر شيء، هذا تتراجل عليه الرجولة عليه دليل على الجبن مو دليل على الشجاعة. الشجاع يقابل القرن مثله، يقابل القوي. ها انت القوي ما تقدر عليه، مو هديك تقول له شنو الخارجية، تقول له الحجاج اسد علي وفي الحروب نعامة. ها انت علي الصير اسد سبع علي. الواقع هكذا، هاكو نمط من الناس من هالنوع هذا.